اسبوما. كلمة غريبة يعني. اسبوما. الاسبوما يعني الرغوة او الفوم، وسموا اسطوانة الاسبوما على هذا الاسم لانه بتعمل رغوة وفوم. اسبوما ورغوة وضغط، عن طريق الضغط بتخلق رغوة. كيف بتخلق الرغوة؟ بدي مثبتات لها، فاما كان جيلاتين او بيض او كريم، وقت مضغط فيها النيتروس اوكسايد بتعمل فيها فقاعات هواء وبطلع عندي اسبوما. الخراطيش لهم شغل. اول وحده بسموها نيتروس اوكسايد اللي هي N2O، ثاني وحده ثاني اكسيد الكربون CO2، وحده بتعمل غاز اللي هي الصودا، والثانيه بتعمل ضغط اللي هي الكريم. ليه بستخدم اسبوما؟ لعمل فيها فوم، لعمل فيها كريم، لعمل فيها مخلل، لعمل فيها كيك. كل هالاستعمالات استخدمها لاسطوانه الاسبوما. ايه استنوا 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 استنوا، شغله مهمه نسيت. الغاز بقلب الاسبوما لا بيولع، ما له طعمه وما له ريحه.